السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء أهلا بيكم في حلقة جديدة من شرح تطبيقات نظم معلومات الجغرافية والاستشارة عن بعد. موضوعنا النهاردة هيكون عن استخدام برنامج جلوبال مابر كوسيلة للحصول على المعلومات المتاحة أونلاين، زي ما هنشوف في المثال اللي قدامنا إزاي نقدر نحصل على ملف ارتفاعات رقمي وصور أقمار صناعية عالية الجودة مفتوحة مصدر مفتوح باستخدام برنامج الجلوبال مابر زي البيانات اللي احنا شايفينها قدامنا. طبقنا على جزء من الجراند كانيون او الاخدود العظيم زي ما هنشوف. برنامج جلوبال مابر بنروح على الاونلاين سورس وبنختار ملف ارتفاعات الرقمي الخاص بامريكا بدقة مكانية 10 متر للبكسل، بعدين بنعمل كونكت، ننتظر ان الملفات البيانات تنزل معانا على البرنامج. بعدين برنامج جلوبال مابر بيتيح لنا طول ما هو متصل بالانترنت ان احنا نبحث على اي ادرس احنا عايزينه، فهنعمل فايند وهنجيب الجراند كانيون. اوتوماتيك البرنامج بيشوف اونلاين وبيجيب لنا الادرس بتاعه والاحداثيات بتاعته. ممكن نقول للبرنامج ضيف لنا بوينت فيتشر في المكان اللي في الجراند كانيون، وبنغير الستايل بتاعها بحيث ان هي تظهر معانا. كمان احنا ممكن ننسخ الاحداثيات بتاعت المكان للكليب بورد وبعدين ننسخها او نحفظها في اي ملف احنا اي ملف تكست. نلاقي الاحداثيات واللوكيشن، هنحاول نعمل زوم ان على الجراند كانيون عشان نحدد منطقة الدراسة اللي احنا محتاجينها. ممكن نكبر كمان شوية بحيث ان احنا نشوف نظرة اقرب والمساحة تبقى قليلة اللي هنشتغل عليها، وليكن كده. بعدين هنحدد الـ Area of Interest عن طريق التول بتاعت الديجيتايزر تول، وهنرسم ريكتانجل على الـ Area بتاعتنا اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. محتاجين Area تكون صغيرة عشان اثناء التحميل ما تاخدش وقت اطول، دي مساحتها معقولة. هنسميها Area of Interest، نقول اوكي. ممكن نغير الستايل بتاعها بحيث ان هي تظهر معانا، بنختارها ودبل كليك عليها، بعدين بنخش على الستايل وبنغير السيكنس بتاع الخط ولونه بحيث ان هي تظهر معانا. بعدين بنعمل زوم تولير عشان نشوف نعمل زوم للاريا بتاعتنا، هي دي المنطقة اللي احنا هنشتغل عليها. ممكن كمان نعمل كروب للملف الارتفاعات الاونلاين، كروب تو كرنت سيلكتد اريا، بحيث ان هو يبقى اسهل معانا في التحميل. الخطوة اللي جاية ان احنا محتاجين نعمل اكسبورت او نعمل تصدير للبيانات دي بحيث ان احنا نحفظها معانا على الكمبيوتر. قائمة فايل اكسبورت الفيجن جريد، نختار فورمات الجوتيف، في فورمات كتير بس اشهرهم افضلهم الجوتيف. بعدين هنختاره 16 بايت عشان يبقى اقل في المساحة، والريزولوشن بتاعه هو الريزولوشن الديفولت حوالي 10 متر بتاع الملف الاصلي. نختار المكان اللي هنحفظ فيه ونختار الاسم اللي احنا محتاجين نحفظ بيه الملف، وبعدين هنقول له سيف. الاكسبورت بياخد وقت على حسب المساحة وعلى حسب حجم البيانات، في الحالة دي المساحة قليلة والدقة المكانية 10 متر فالوقت هيبقى قليل. الخطوة اللي بعد كده ان احنا محتاجين صورة قمر صناعي، ممكن نشوف صورة الورلد ايميجري، نعمل كونكت. في الحالة دي هتنزل لنا
الداتا للمكان اللي احنا واقفين عليه على نفس النظام الإحداثي. ممكن كمان نعمل لها كروب باستخدام منطقة الدراسة بتاعتنا، دبل كليك على اللاير كروبينج ونقول له كروب تو كرنتلي سيلكتد لاير بيتشر. كده عملنا لها كروب. برضو محتاجين نعمل لها حفظ على الجهاز عندنا، زي ملف الارتفاعات، فايل سبورت، سبورت ريستر ايمج، وهنختار برضو الجوتيف لانه بيشتغل مع كل البرامج. نقول له اوكي. هنلاقي الريزولوشن هنا اللي هو اعلى ريزولوشن، هنحاول نقلل الريزولوشن شويه، نخليها متر في متر بحيث ان هي تاخد وقت اقل ومساحه اقل في التحميل، ونشيل السيف فيكتور داتا دين اوكي. ننتظر نسميها وننتظر ان هي تحمل. بتاخد طبعا وقت على حسب المساحة. بيقول ان هي تبقى بيج فايل، فنقول له اوكي لان المساحة كبيرة والدقة 1 متر. نسرع عملية التحميل بحيث ان احنا كده التحميل اكتمل معانا. كمان ممكن نحفظ منطقة الدراسة بتاعتنا في شكل فيكتور داتا، بحيث ان هي تبقى موجودة معانا في اي وقت لو حبينا نرجع لمنطقة الدراسة. كليك يمين عليها ونقول له اكسبورت لير اكسبورت، وممكن نحفظها بفورمات كيم زد. اوكي نحفظ الاتريبيوتس ونقول له اوكي، ونحدد الاسم area of interest ونقول له سيف. خلاص كده احنا عملنا داونلود لكل البيانات اللي محتاجينها. هنروح على فايل ونعمل انلود اول عشان نفضي البرنامج، مش محتاجين نحفظ. بعدين نفتح اوبن داتا فايل ونحمل البيانات اللي احنا عملنا لها داونلود، ملف الارتفاعات وصورة القمر الصناعي. شوفها بالديتيلز. ملف الارتفاعات مساحته قليلة، صورة القمر الصناعي مساحتها كبيرة لان الدقة بتاعتها 1 متر. اختارهم الاتنين بكنترول ونقول له اوبن. هيفتحوا معانا على البرنامج. لاحظ صورة القمر الصناعي عشان بتبقى موزايك لأكتر من صورة، فممكن نلاقي فيها بعض الاختلافات. ممكن نعمل لها ستريتش بالستاندرد ديفيجن بحيث ان هي تدي معانا وضوح افضل، وبعدين ممكن نستعرضها في بيئة ثلاثية الابعاد عن طريق ملف الارتفاعات ونشوفها في بيئة ثلاثية الابعاد. نقدر نعمل فلاي ونقدر نعمل زوم ونافيجيت ونقدر نعمل شغل كتير في البيئة ثلاثية الأبعاد. ده اللي هنشوفه إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. سيبكوا تعيشوا مع بعض المشاهد الرائعة للأخدود العظيم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات تانية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.